شكرا الأستاذة جلالة عوض الكريم لك التحية على هذه المداخلة المفيدة والسرة، وأنا والله عبرك يعني بحيي الزميلة العزيزة الأستاذة عزيزة عوض الكريم. يمكن هي أنا أتمنى أنه أنا أكون خير خلف لخير سلف، هي كانت موجودة في صباح الجمعة وكان عندها حضور وكاريزما وعملت قاعدة جماهيرية كبيرة ومواضيعها كانت حيوية وطريقتها وأسلوبها يعني ممنهج وخاص، فأنا بحييها وبقول لها كتر خيرك كثير، وإن شاء الله إحنا نقدر نواصل ونكمل اللي أنت بديتيه. وبالمقابل طبعا تحية للزملاء العزيزين تغريد الخواض ومحمد يوسف اللي هم تتابعوا على صباح الجمعة، شكرا يا سنية كتر خيرك الله يديك العافية، تتابعوا على صباح الجمعة وكل واحد ترك بصمته، والآن أتمنى أنه أنا أكون إضافة لها. ومن حديث أستاذة جلالة أنا عايزة أوجه الفقرة دي الكلام فيها تحديدا للأمهات. الأم هي خط الدفاع الأول لأولادها، والأم هي أساس الأسرة السودانية، والأم إذا بيقولوا في العادة إنها هي نصف المجتمع أنا بعتقد إنها هي ثلاث أرباع المجتمع، والأم هي المسؤولة والبيقوم على راسها كل العبء المتعلق بزوجها وبأولادها. فأنا صراحة كداليا بعول على الأمهات كثير جدا، بحملهم المسؤولية الكبيرة وحاتحامل عليهم حتى في إنهم هم لازم يكونوا واعيات بالقدر الكافي. لازم تكوني أنت أم، يعني أم مجرد ما تحولتي لأم معناها أنت الأولوية عندك تماما لمسؤولياتك كأم. بعد ذاك يجي شغلك، يجي وضعك الاجتماعي، يجي اهتمامك بنفسك، تجي تفاصيلك الثانية، نجاحك الشخصي، استقلالك، ذاتك، غيره، ده كله بيجي ورا شنو؟ ورا إنك أنت أم. لأنه لما اخترتي إنك تدخلي القفص الذهبي، واخترتي إنك تعملي بيت، واخترتي إنك وقررتي إنك تجيبي طفل، تبقي أنت المسؤول الأول عن وجوده. والطفل ده يظل طفل في عين أمه حتى ولو بلغ الأربعين. فالدور الأساسي هنا يا أمهات إنه كيف تحكمي رقابتك. الرقابة ياتا، الرقابة الحانية، ما الرقابة اللي فيها جبروت، ولا الرقابة اللي فيها ديكتاتورية، ولا الرقابة اللي فيها تخويف ولا تخوين ولا شكك ولا شدة، ما أي شيء بيجي بالشدة. والتربية السليمة المعافاة بتجي بالحنان، وبالحنان كأم بتكسبي أضعاف ما تكسبيه بالمنطق.